إيتمار بنغفير الآن خلال الدقائق الأخيرة كتب تغريدة على حسابه على تويتر غاضبة، قال فيها إن غانتس يعتقد أنه هو رئيس الحكومة في إسرائيل. الولايات المتحدة بطبيعة الحال هي الحليف الأكبر لإسرائيل، وزودتها خلال الفترة الماضية بقوافل كبيرة من الدعم العسكري والمالي، بالإضافة إلى الدعم الدبلوماسي في محكمة العدل الدولية وفي مجلس الأمن. بالتالي تولي إسرائيل أهمية كبيرة جدا لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأمريكيين، غير أن بنيامين نتنياهو ممتعض بشكل شخصي من هذه الزيارة، وهو ما انعكس في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الغاضبة جدا، المسؤولين المحسوبين على اليمين بطبيعة الحال. أشكرك أحمد دراوشة، مراسل عربي من القدس.